السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا 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 لكم. الزاوية أكثر شيء معين فوق هماتين ما راح أصل أكثر شيء بس أنا راح أنزل أحسن راح أنزل I'm
اسكنديل. اكو جنريتر ايوه اكو سايلنت فورست هايد اوت بس اكو شغلات ظهرت عندي بالخريطة زين وش الله تحصلنا هسه منا على هاي الغرفة يدخلونا ها منا بدي اصلح لي باب حلو منهم ما اقدر اصلح يا هذا خلى كتلة شرب العين potato
استكشفت البيت كامل ما هذا الجلوب اذا فتحت الباب راح يضيع نور مالته فلازم الباب هاي تبقى مسدودة قدام اشتريت بسامية وبعدني معوز تمام اوه حلو هنا بايك بيل وشي يعني اذن بشكل عشوائي بعدين اكتب طبعا راح اخلي فخاخ ما عندي غير حل كل حال هسه شو رايد اسوي هذا سلاحي طبعا وضعه كلش تعبان ما ادري اتردد رحت اسوي والله ريبر اصلحه والله ما ينكتبيه وينكسر اروح للاوفن وود ميت قبضت نقدر ناخذ قدرات جديده اوكي الاعمار اذن البويزن هاي راح تخلي البويزن يصير اقوى هذا راح يسبب لي عمى لما ندمج يعني الرؤيه راح تضعف ايس بلود هذا لما يضربني الوحش راح اوهم مرتين ينضرب يعني حصل دمج من عندي راح الدم مالتي يصير تيزابي اوه هاي حلوة اقدر استخدمها لدقائق اقدر اشوف عن اي شي يحيط بي هاي الرانر اثنينات اذن عجبني الرانر والثيرد اي هذا بعد ما يخليني اتعب انا اقدر اقاوم مو بشكل دائم هو انسان اماتي انا جاني الفيجن
هذا بيت عيش هاي الليلة ونبقى حال صوحي ونصور اي اصوات هذا المكان ونهدى شوية صانية شوية حجارات افشف لواحد مسافة شوية بعيدة غراضي قليلة الغراض اللي فوق هنا اجيب وهذا شوف افضل حل حتى اقدر اقاوم اتحكم بالغراض براحتي لان ورايا خريطة هنا كبيرة اريد استكشفها فيها مبينة شغلات اسطورية بعد اكثر من الشغلات اللي هنا نلزم لي زاوية you
صوت المولدة هنا أنا مسموع لأن قريبة مني. هذا الشباك صاير قباله فممكن يشوفوني بسببه. شوف اخذت اني النيجاتيف وهاي بيها سلبيات علي. اوكي استيقظنا الموسم بعد هاي يعني حفظت هنا أنا. صحيح كتني بس بقيت ساكن بنفس المكان. هنا مكتوب نايت بروتكشن يعني هذا الهايد اوت ناجح. اوكي خلينا نشوف التريدر شو عنده. انطاني غاسولين حلو. راح اشتري من عندك بسامير كالعاده. اشتري منك شويه خشب. شعد غرفة زينة لا بأس بيها. سكراب ماتيريال لا راح اجيب الغراب مالاتي اللي فوق طبعا ما اريد ان اعتمد بس على الشغلات اللي اشتريها. اكسبت. اعتقد هاي الباب برضو راح ابقى هيج الليلة. تنكسر. هذا الباب هو مبقي. صدق يعني هذا ليش ما دفعته خليته على الباب؟ لا ما اقدر بعد ادخل الباب. والله ادخل الرئيس عندي الباب. راح استخدم كل الخشب والمسامير اللي عندي. هذا الشيء اذا استعمل هنا فضالة الحياة. هاي دبة البنزين هم راح اعتمد تفيدني هاي الليلة. خل اشوف والله الماب اصعد لو اكمل خل اصعد. هذا
استعمل المهارة مع الثيرد آي. بس فيها وقت. لا. هذي عظني. هاي مستخدم الثيرد آي وهيك شيء. انت راح يهجم عليه بأي لحظة ما ادري ايش هاي الحركة. اوكي افتح هذا الصندوق. منو بسكينة؟ مقفول. زين اكون هذا خيرا. البنزين
سوى بعد؟ هو المكان صار مفتوح من برا. خسارة. اصلح الشبابيك؟ اي ممكن اصلح الشبابيك بس هاي الباب لا. هذي يتلف ناقص يعني استخدام مالته ناقص شوي. اوكي سنسوي ريبير ايتم. تم الاصلاح. نطلع يسار انا كل شوي اطلع الجهة حتى ما اقدر اقوم بمسير سرق وقت صندوق فوق وارجع انظر على روحي هذا عبارة عن غابة ما قاعد اشوف شيء. I
اشمرها واقدر بنفس الوقت اقتل بيها. زين تستخدم من الاسلحه. دائما ماشي متواجد بالمناطق المظلمة. حلو عندي سكراب ميتر هذا الشي راقي. خلي اروح عن الفلاش لايت وضعه هنا صار تعبان ما بغى اقدر ارجع اقبطه.
ما ينفع عنه اللي بديها هو ماشي. السلسلة لأن هذا مسافة بعيدة يبقى الوحش محشور هنا. استعد للوضع الظلماوي. طبعا انا لازم انور الغرفتين اللي بصفهم مباشرة. ليش؟ حتى خاف افضر يعني اطلع من الغرفة حتى اكون مكان منور بالنسبة. صوتهم بالغرفة المجاورة. فتحوا الباب. جاي جوا. واحد على اليمين واحد على اليسار جاي.
ما تخلوني الشباش. انا بس عندما شفت تريدر نفسيتي تستقر. اوكي هاي البسامير اللي عندي كلش كافية، عم اشتري كل شيء. بعد نجمع اغراض مهمة الفترة الحالية. طبعا هذا الفخ ضروري، افتح الشباك اللي يدخل ما يدخل مباشرة. اكو بعضهم ما يتحملون الدمج مال الفخ مباشرة يموتون. صار الفخ انا فصحته. اريد ان اسوي لي حاجة، ارجع لبيتي الاول. ما قدروا يفتحوا بسبب هذا الظهر، بقوا يدفعون بي.
مش لا مش جدل فين انا كتبتها وصلنا البيت هذا شغلنا مع المصايم كل شي ما صاير على حطيت يعني اللي اعرفه المكان اللي خلاه رفاق بعد ما نحتاجه هنا ناخذ غازولين ناخذ شغلات الأساسية بس شوي وارجع لها البيت صار مختصر بالنسبة لي ما أحس بطريقة بعيد هم صدق هنا ماكو حشرة ايه ماكو حشرة احتمال احط لك هالشي مستقبلا هاي النافذة طبعا ما يقدرون يدخلون هاي النافذة الوحدة بعشرين زين سعرها لا بأس فيه خلا اروح انا افول امشي عندي مرغوبة
Fala, o Zé Brata ali, xaradinho. Nossa, olha aqui. Ah, né? Da parede. É da hora, cara. De... صانم هاي لين بقلبي غراضي لا حاجة انا هم اقدر اروح بعد مرة وانزل زين الطريق اللي جاي اروح ورجع فيه تقريبا ساعتين ثلاث ساعات ياخذ من وقتي حلو هسه شنو قبضت المنطقة بعدين اقعد اصفي بس يجي الاحتمال الفايدة ارجع للشغلات المنطقة اللي عرفته بهاي اللعبة الواحد شيء قلت له مستحيل يرجع يرسكم عاد الوحوش اللي يهجون هم يتغيرون مرور الوقت
الدرجة ما استرجعت الكيرة، الوقت كان اشتعل خالص. حسب مسافة الطريق راح يضيع حوالي نص ساعة. الغراب ما جيت ما تندمج إذن انزل الوضع شوي تمام وهذا صدق ما اقدر اطبخه من هنا طبخه شوف هاي الليلة صعبة علي هذا الراق اكو شغلات راح ابيعها طبعا جاي اشوف عن السجان طب مقطع صوفا حلو لا خلي الصوفا زين خلينا نتواطلون وياها يا ولد الشباب هسه وضعي تمام صارت نادرة باللعبة يعني ما استخدم مثلا ناس الميتال اطوار ميتال سكين اصلا من عند تراب صار نادر هسه رتب الجو رتب الورك بنش حتى اعرف غراضي Thank you.
شاء الله ما ناسي شيء، كله محسوب حساب. سؤالهم باب بس ما متأكد يا خاف كسر الشباك شلون فجأة شفت شي انكسر الصوت بعيد مو Thank you.
سمعت انا ما حبيع الاغراض عندنا الاغراض السايحه لو اطلع على نفسي هسه الجنطة وضعها تمام. طبعا اكو شغلات لازم احتفظ بيها مثل المسامير خشب اوكي. اما بين البقية حبيح تريد خل ابيع على الشغلات اللي كلش ما محتاج.
اقدر اسوي بيها مساحة للحقيبة، اشتريها احتمال احصلها لان انا دائما احصل. Thank you.
معانا تمام، يلا خلينا نكمل المغامرة. خلينا نجرب وننزل لما كل الجو. زين ما كان في يوم واحد كان ساعه لازم شوف الدفتر اللي كان
الفلوس خلصان بطريقة أبدأ أعرف بيها فلوسي؟ بس هي بينة قبل شوي ما كنت بس خمسة والله لا تشتروا وبيع اشتروا وبيع وانا احنا الوقت الوقت واقف ما جاي يمشي شواين take the stone
استبعد هالشيء. صدق الساعة زين حسب وقت بعده. Road to the village. طريق إلى القرية. يعني شوي مسافة بعيدة عن بيتي. بس مو مشكلة. Pig shed. اعتبر هو هذا البيج اللي يبغونه كله. خلينا نشوف هذا اللي هو البيج شيد. سلندر بالكلية. نوصل الحالة. بعد احتاج ابيع الاشياء هذا بالضروره ابيع سبب الاشياء مهمات ابيع لهذا المتطلبات تيب احتاج المشكله مو كل يجمع الغالي الغالي يعني ابيع المعتاد بس ابعت له هذا الشاين ستون احتمال ابيع له البيض اللي اخر من الناس راح اساله شو الناس اشتغلت والله Thank you.
Thank you.
الدياجة. خلنا نسوي لي التراب اللي هو البيو تراب، ما نستبعد هالمرة راح يجون عندنا هواي وحوش. اخذ وياك خشب ساميراني اولريدي عندي. هذا ايش قد الماكس ماتر 100 اعتقد هذا يفيدني يعني. صعد مسدس مخازن بستخدم ماشوم حتى ماشوم هذا البيت. ها بقت لي بس واحدة. اوكي يعني المرة الجاية راح احصل لي قدرة لا بأس بيها. فتح لا لا مسدده كلها تمام. ريبير ايتم صلح سلاحك انتبه لهذا الشيء. هذا التول بوكس باكر راح اشتري 100% راح اخذ وياي الاغراض اللي اقدر ابيعها. شوف على الحلقه الجايه احسن طولنا بهاي الحلقه كلش. جلدتني هذاك الوحش اعتقد لانشت واقف بظلام اجاني. احاول شوية انا قرب الهور you
الشباب احيانا. باقين يتجولون هسه لحد الان الامور تمام. شنو سايلو؟ ما ادري هنا عندنا مكان ما اشوف. اعتقد اكو بعض الاماكن اللي بدت تبين لان انا قمت اقترب. شباب اتمنى الفيديو نال اعجابكم، نشوفكم بحلقات جديدة ان شاء الله، ويلا مع السلامة.